السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تستطيع من خلالها تشغيل فيديوهات اليوتيوب في الخلفية على أجهزة الأندرويد، يعني تشغيل فيديوهات اليوتيوب وأنت تشتغل على هاتفك الأندرويد بدون أي مشاكل، مثل الفيديو الذي تراه أمامك الآن. أشتغل يعني يشغل الفيديو، وكذلك يعني أذهب إلى أي مكان في الهاتف الأندرويد، هكذا أفتح الفيسبوك، أتصفح، أدردش، أعمل أي شيء والفيديو يشتغل وأشاهده بدون أي مشاكل. كن أيضا التحكم في حجمه ونقله في الشاشة إلى أي مكان أريده، مثلا هنا في الأعلى أنزله إلى الأسفل هكذا وأشاهده، يعني أصغره هكذا وأجعله في الزاوية هنا، وأذهب لتصفح الفيسبوك أو أذهب إلى أي شيء كما تلاحظ مشاهدي الكريم بدون أي مشاكل. وعندما أنتهي يمكننا إغلاقه من هذه الأيقونة بالأعلى جهة اليمين، كذلك هنا أضغط على هذه الأيقونة لتكبير الشاشة كما ترى أمامك بطريقة سهلة جدا، فقط بتنزيل التطبيق أويسون بوب أب فيديو كما ترى أمامك اسمه، وكذلك رابط تحميله ستجده أسفل الفيديو. بعد الدخول إليه ستظهر لك هذه الواجهة، فقط تقوم بلصق رابط الفيديو المراد مشاهدته هنا في هذه الخانة كما ترى أمامك، هنا في هذه الخانة تقوم بإلصاق أي رابط فيديو تريده، وبعد ذلك الضغط هنا على هذا السهم. بعد ذلك ستنبثق لك النافذة التي أريتكم إياها كما ترى هنا لمشاهدة الفيديو. بعد ذلك يمكنك يعني إغلاق التطبيق والخروج منه وتصفح الفيديو والعمل على هاتفك الأندرويد بكل سهولة، والفيديو يشتغل بدون أي مشاكل. طبعا هذه الطريقة تشبه أداة فيديو بين لأجهزة iOS، طبعا أداة فيديو بين من السيديا، تعطيك نفس يعني نفس الخيار، ولكن ليس فقط من اليوتيوب بل من ألبوم الكاميرا كذلك. إذا كنت مستعمل لهاتف iOS يمكنك تنزيل هذه الأداة. شكرا لحسن متابعتكم، أتمنى أن تكون هذه الطريقة قد نالت إعجابكم. رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب، يظهر الآن أسفل الفيديو على يميني، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو للتوصل بجديد الحلقات الشبه يومية في كافة المجالات التقنية، أندرويد، iOS، ويندوز، لينكس، يعني أغلب المجالات التقنية التي تحتاجها في حياتك اليومية. كذلك يمكنك زيارة المدونة th3vw.com، يوجد كذلك تدوينات وليس فقط فيديوهات بالفيديو. ألتقي في حلقة قادمة بإذن الله، لا تنسى متابعتي، إلى اللقاء.